اللي مستقبل ضيوفنا النهارده. النهارده حمدي فتحي بيتجوز، الف الف مبروك طبعا لنجم النادي الاهلي حمدي فتحي. وبالمناسبه حمدي كتب امبارح على انستجرام وتويتر ان هو يعني كان محدد وقت الفرح ده من زمان جدا، ايام الجدول القديم، لما الجدول القديم كان الوقت ده فيه اجازه. ولكن عموما يا حمدي ربنا يكرمك وربنا يوفقك. وانا عارف ان الجواز اللعيبه ده ما بيبقاش حاجه بقى شهر عسل وتقعد شهر عسل والكلام ده كله، ولكن بيبقى حاجه قصيره جدا جدا جدا. فانا اعتقد ان في خلال يومين ثلاثه اسبوع بالكتير هتلاقوا حمدي فتحي موجود في الملعب. وحمدي من اللعيبه اللي بتتميز ان هي بترجع بسرعه، يعني لو تاخدوا بال حضراتكم بعد الاصابه الاخيره قعد حوالي فتره طويله جدا عنده اصابه، ولكن رجع ورجع افضل من الاول. وحمدي فتحي كل جمهور النادي الاهلي بيعتمد عليه بشكل كبير، فانا يعني بقول له الف الف مبروك. هو كان عازمنا طبعا النهارده نكون متواجدين كل الكرو اللي كان موجود، ولكن للاسف الشديد ارتباطنا بميعاد الهوا طبعا. فالف الف مبروك لزميلنا او لصديقنا والنجم الكبير كابتن حمدي فتحي. نتمنى له يا رب الصحه والعافيه والرزق الحلال خلال الفترة القادمة، وإن شاء الله مراته تبقى وش السعد عليه، ويرجع حمدي فتحي تاني في ظل أيام قليلة جدا جدا، ويكون أحد النجوم اللي تساعد النادي الأهلي على الفوز بإيه؟ ها؟ بالدوري. اللي مش هنتنازل عنه، اللي مش هنسيبه، اللي هنفضل دايما كإعلام واقفين في ظهر فريقنا عشان ناخد الدوري وناخد الكاس وناخد البطولة الأفريقية للمرة الـ 11، ونحط زي ما كنتوا شايفين امبارح كنا حاطين 10 نجوم على الترابيزه بتاعت امبارح، عايزين نحطهم 11 وعايزين 12 وعايزين 13، مفيش اي مشكله. بتتغير الاسماء ولكن يظل دائما النادي الاهلي موجود.